كان ظن ان اللاعبين قدموا مباراه كبيره ومباراه في المستوى، ضغطنا على فريق نادال البركانيه من اول دقائق الشوط الاول حتى الاخيره. ما فهمتش رفض هدف، الطريقه كيفاش ترفض الهدف، عاود شفنا الاعاده فهو هدف مشروع 100%. ما كاينش حتى الاحتكاك بين لاعب ولاعب، فالحكم ما عرفش علاش رفض الهدف. كنظن اننا كنا عازمين اننا نحققوا 3 نقاط ونبقاو غاديين في مسار الايجابي ديالنا. فالان لازم اننا ننساو هاد المباراه ونساو كل هذا الشيء اللي وقع في هذه المباراه، ونركزوا على المباراه القادمه ديال الديربي، لان مباراه مهمه لنا حنا كلاعبين ومهمه للفريق. نتمنوا ان شاء الله الرحمن الرحيم اننا نكونوا جاهزين لها ونكونوا مركزين باش نحققوا 3 نقاط نادي والجماهير ديالنا ان شاء الله الرحمن الرحيم. فهو خبر سيء بالنسبه ماشي لنا كلاعبين بالنسبه لقيمه المباراه. فالكره فهي تعاملات الجماهير، و بحال الديربي غيكون مباراه بحال كتلعب ناقص، غتلعب بلا الجماهير ديالك. فنكهات الديربي هي ديما كتبقى في تألق ديال جماهير الفريقين. فكنظن ان النقطه السوداء ديال الديربي هو غياب الجماهير اللي عندهم اسباب ديالهم، وكنتمنوا ان هذا المشكل ما باغيش يتعاود في مباريات قادمه ان شاء الله الرحمن الرحيم.